يا عمي طب مو مشروبة لاخذ طلبي. يا سفاتة الفنجان اللي مو مشروبة. طيبة طيبة مرة طيبة. شو هو طلبها؟ طالبين القرب من حضرتكم. نعم؟ من بنتكم. من بنتنا؟ ايه. ايتها شفتها؟ ما شفتها بس قالوا لي عنها. الخطابة بتحبها؟ بحبها. لك شلون بتحبها؟ ما قلت لك خطابة أدلتني عليها. ايوه اللي يا ابني مو انت قدران تفتح بيت؟ قدران. خرجت تكون زلمه؟ زلمه. اعمل لك اختبار؟ عمي اذا الفرنساوي باول حاره وانت باخر حاره شو بتعمل؟ بهجو. تهرب؟ بهجو. تهجو؟ هجز. هيك هيك بدي اياك تكون تعرف تعزيز. طيب رح لك شغله لازم تفكر فيها، انت قدران تصرف على عيلة؟ طبعا ما بدها تفكير عم بصرف. رح طول بالك لا تحمس يا ابني. بصرف. قدران تصرف على هاي العيلة؟ بصرف.